اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. بعد اكثر من 4 اشهر على تشكيل حكومه الكاظمي، ربما العنوان الرئيسي لهذه الحكومه هو سيبقى يعني عند الشعب العراقي كله انها حكومه استعراضات. والحقيقه انه هذا الكلام ليس بلا ادله وبلا احداث، وحكومة الاستعراضات متمثلة بالكاظمي نفسه يعني هي من أفصحت عن نفسها، وهي من ألصقت نفسها بهذا العنوان. ربما في اليوم الثاني أو الثالث، لا أعرف، أو في الأسبوع الأول، ربما في اليوم الأول لتوليه منصب رئيس الوزراء، كما تذكرون أعزائي المشاهدين، ذهب الكاظمي لزيارة مديرية التقاعد العامة، ومن هناك بدأ أول استعراض عندما اتصل بأخ له وأنبه، ويعني أسمعه كلاما خشنا بصدد أنه لا يقبل الوساطات ولا يقبل التدخل، وأن العائلة خط أحمر لا تتدخل في شغله، وأن شغله وأنه حصة كل العراقيين، هكذا كان. وسمع أهل العراق كل هذا وشاهدوا كل هذا، يعني هذا المشهد الغريب عجيب. وبعد يومين أو ثلاثة عاد واعتذر من الأخ الذي اتصل به، وقال له يعني اشتبكت عليه الأفكار، وهكذا بعد أن كانت الضجة قد وصلت إلى أعلى المستويات. وهكذا من هناك بدأت يعني استعراضات مصطفى الكاظمي في حكومته، هذه حكومة الاستعراضات الحقيقة، بدءا من الخطابات والوعود والقرارات التي لا تنفذ، والزيارات الغريبة عجيبة، والتمثل بأنه جزء من هذا الشعب وجزء من هذا الحراك، وهو جزء من العملية السياسية، والعملية السياسية هي من جاءت به. ربما البعض يقول أنه ربما يكون في حاشية مصطفى الكاظمي أو أغلب حاشيته من الإعلاميين ممن يكتبون السيناريوهات للأفلام والمسلسلات، لذلك أهل العراق كلما ظهر مصطفى الكاظمي باتوا يقولون العبارة الشهيرة لدى أهل العراق بعد أن يشاهدوا استعراضات هذه بأنها فيلم هندي. وهذا ليس فيه إساءة يعني للشعب الهندي، لكن بقدر ما أن أفلامهم ربما لا تعبر عن واقع يشابه واقعنا، لا نقتنع بها، فيها أحداث غير طبيعية غير معقولة، لذلك سميت، وطويلة جدا ومكررة، لذلك سميت أفلام هندية. فكلما ظهر المصطفى الكاظمي قالوا هذا فيلم هندي. خلال الأسبوع الماضي ظهرت يعني حادثتين أو استعراضين. الاستعراض الأول بدأ بالقبض على الإعلان عن القبض على قاتل الصيدلانية والناشطة في الحراك الشعبي شيلان دارا، اللي قتلها ووالديها في بغداد في مدينة المنصور. تم القبض عليه، قالوا تم القبض عليه بعد يوم واحد في مدينة أربيل، وجيء به وإذا به يخرج على الشاشات ليعترف بقصة غريبة عجيبة جعلت كل العراقيين يقولون عنها فيلم هندي. هذا الاستعراض يعني أولا لأنه لم يسبق أن قامت قوات الحكومية بإلقاء القبض على أي قاتل. 700 أكثر من 700 شهيد سقطوا في ساحة التحرير، والقاتل معروف والقناصة معروفة والقتلة معروفين، ولا أحد يمسك بهم ولا أحد قدم شخصا أو اسما واحدا للإعلام. هذه الحقيقة. ومنذ يعني كل هذه الفترة وعود يستمعون الوعود. الثورة الآن تدخل عامها الأول، يعني انتهت من عامها الأول، والشهداء قد سقطوا، ولا أحد يعني يقول من الذي قتلهم، من هو القاتل. مختطفين أعداد بالآلاف، مغيبين بالآلاف، ولا أحد يقول، ولم يقدموا. لماذا؟ في البصرة قبل أيام، قبل من حادثة شيلان دارة، قتلت أيضا طبيبة وقتل كثير من الناشطين، لم يظهر أي اسم ولم يظهر من هو القاتل، مع أنه يعني مصطفى الكاظمي ذهب إلى البصرة وزار عائلته، وقبلها زار عائلة هاشم الهاشمي اللي هو مقرب من عنده، أحد المحللين السياسيين قريبين من دائرته، وقتل في بغداد قرب بيته، ولا أحد
يعني ووعدوا بتقديم القاتل لم يقدم. ما الذي جعلهم يقدمون هذا القاتل ويقولون بدواعي السرقة؟ وإذا برئيس الجمهورية الحالي يستقبل مجموعة من قوات الأمن التي ألقت القبض. يعني إذا شاهد الصورة ستجد أعداد أكثر من 30 شخص يحملون رتب عالية، كلهم هؤلاء اشتركوا في القبض على هذا الشخص الذي هو منتسب في وزارة الداخلية بحماية السفارات، تابع لوزارة الداخلية ضمن القوى المكلفة بحماية السفارة الروسية. شخص أقل ما يقال عنه تافه، في قصة تافهة لا يمكن القبول بها، لكن جزء من هذا الاستعراض أرادوا أن يقولوا أن قوات الأمن الدولة صاحية وتستطيع أن تلقي القبض. وإذا بالناس تقول عن هذا الاستعراض فيلم هندي. مرة أخرى ذهبت قوة، اختطف ناشط من ذي قار السجاد العراقي، وذهبت قوة من مكافحة الإرهاب بعتادها وعديدها، وذهبوا بعرباتهم الهمر ومدافعهم وطوقوا المناطق وهكذا، ثم عادوا بعد فترة ليفكوا الحصار ويعودوا من غير أن يفعلوا شيئا. وإذا بعشيرة من العشائر، رئيس عشيرة يعني يبدي زعله الكبير، وهذه القوات تعتذر. قائد يعني قائد قوات مكافحة الإرهاب الساعدي نفسه اعتذر منه ولم يقبل الاعتذار، يريد اعتذاره من رئيس الوزراء لأن المجال الجوي للعشيرة قد اخترقته الطائرات الحكومية وهو لا يقبل. هذا كلام غريب عجيب. وإذا باستعراض آخر فشل أيضا وقال عنه أهل العراق أنه فيلم هندي. ما قصة هذه الأفلام؟ ما قصة هذه الاستعراضات؟ هل سنبقى في دوامة هذه الاستعراضات بعد 4 أشهر؟ هذه الحكومة لم تقدم للعراقيين سوى هذه الاستعراضات المضحكة المبكية في نفس الوقت والمكشوفة جدا. وبالتالي أهل العراق يعني يدركون تماما أن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها، هي تريد بهذه الاستعراضات، بهذه الأقاويل، بهذه الوعود شراء الوقت للعملية السياسية لكي تنجو من السقوط بعد أن حاصرتها ثورة تشرين، وبعد أن انكشفت كل صور فسادها وخرابها ودمارها ومسؤوليتها عن ما يحصل في العراق. هذه الاستعراضات يعني لن تنفع الكاظمي ولن تنفع غيره. الحقيقة ما ينفع العراق والعراقيين هو أن تأتي حكومة وطنية من رحم هذا الشعب تعرف معاناة العراقيين، تحرص على العراقيين، على دمائهم وأموالهم وحدودهم وسيادتهم، ولا تقبل بوجود الميليشيات، ولا تقبل بالعصابات، ولا تقبل بالتعدي على الدولة، ولا تقبل بالتعدي على القانون، والقانون فوق كل شيء، ولا تقبل بعشيرة تتحدث عن رئيس عشيرة يتحدث عن المجال الجوي للعشيرة. وصلنا إلى جزر صغيرة يراد للعراق أن يتقسم على مقياسها، هكذا يريدون مع الأسف الشديد. هذا هو حال العملية السياسية من 17 سنة أوصلونا إلى هذا الحال. وقت هذه الحلقة قد انتهى، أشكركم، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله.